يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإكثار من ذكر الله يدل على حب الله؟ وإذا ذكر الإنسان، هل الإكثار من ذكر الله يدل على محبة الله؟ وإذا ذكر الإنسان الله أمام الناس، أو ذكر الله أمام الناس، فهل هذا يدخل في الرياء والسمعة؟ كل العبادات تدل على محبة الله عز وجل، كل من ذكر الله وغيره، العبادات تدل على محبة الله عز وجل، وكونه يجهر بذكر الله عند الناس هذا أمر مطلوب من أجل أن يذكرهم، من أجل أن يذكرهم بالله، ومن أجل أن يقتدوا به. أما إذا كان قصده من رفع صوته الرياء والسمعة فهذا شيء آخر. نعم.